بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الجزء من المحاضرة رح نبدأ نحكي عن الأنتيجين. هو هذا شابتر جديد رح نبدأ نحكي فيه عن الأنتيجين، أو رح نحكي في هذا الشابتر عن الأنتيجين والأنتيبادي، لكن طبعا رح نبلش نحكي عن الأنتيجين. رح نعرف أكثر من مصطلح له دخل بالأنتيجين من قريب أو من بعيد. رح نحكي هاي المصطلحات، أنا بس هيك رجعت لخصت لكم إياها على السريع، رح نحكيها ونفسر واحد واحد. أول شيء دائما وأبدا كلمة أنتيجين تعني any foreign material أو substance، إذن هي أي مادة غريبة عن الجسم لازم توفر فيها شرطين أساسيات. لازم حتى نقدر نحكي عن أي مادة إنها أنتيجين لازم تتوفر فيها شرطين أساسيات، سواء كانت هذه المادة هي عبارة عن بكتيريا أو عبارة عن ميكروبس أو جزء من ميكروبس، أو كانت هذه المادة هي عبارة عن مثلا إشي أليرجين زي مثلا الأشياء المحسسة، أو لا سمح الله في الحالة المش طبيعية اللي هي إنها إن الجسم يعتبر إنه إشي من مكوناته هو أنتيجين، هو أنتيجين هو إشي غريب لازم يحاربه، زي طبعا في حالة الأوتو إميونيتي أو في حالة ذاتية المناعة. المهم لازم يتوفر عندنا شرطين أساسيات حتى نحكي عن أي مادة إنها أنتيجين. شو هم هدول الشرطين؟ الشرط الأول إنه كان induce immune response، يعني قادر، ركز معي، قادر على إحداث استجابة مناعية، يعني إنها تكون المادة هذه قادرة على إحداث استجابة مناعية. إذا كان هذا المركب دخل على الجسم وما عمل أي رد فعل عليه من قبل جهاز المناعة فما بنقدر نحكي عنه أنتيجين. الشغلة الثانية إنه لازم يكون بيقدر can react with antibody، يعني لازم يكون بيقدر يتفاعل، أو خلينا نحكي كان بند، يعني كان يقدر يتفاعل أو يرتبط مع الأنتيبادي، يتفاعل أو يرتبط مع الأنتيبادي، يتفاعل أو يرتبط مع إذن زي ما حكينا يقدر يرتبط مع شو؟ مع الأنتيبادي، يقدر يرتبط مع الأنتيبادي. طيب هلا في عنا مصطلح مرات بيحكوا عن الأنتيجين إميونوجين، هل هو هذا الكلام صح؟ نعم. هلا أي أنتيجين أنا ممكن أحكي عنه إميونوجين، أي أنتيجين بقدر إني أحكي عنه إميونوجين. هلا في عنا مصطلح تاني مرتبط مع الأنتيجين بطريقة، يعني خلينا نحكي ممكن تكون طريقة غير مباشرة، اللي هي مصطلح الإبيتوب أو الأنتيجين ديتريمنت. مصطلح الإبيتوب أو الأنتيجين ديتريمنت. هلا الإبيتوب أو الأنتيجين ديتريمنت هو عبارة عن جزء من الأنتيجين، هو عبارة عن جزء من الأنتيجين. هذا الجزء يا جماعة هو الجزء اللي بيرتبط مع جهاز المناعة، وهو الجزء اللي بيميزه جهاز المناعة تبعك، وهو الجزء اللي بيرتبط معه. يعني سواء كان جهاز المناعة بده يميز هذا الأنتيجين، سواء بده يميز ضده أو بده يطلع ضده أنتيبادي أو بده يطلع ضده تيسل، تمام؟ في الحالة هذه كان تيسل أو أنتيجين فهي، أو عفوا أنتيبادي، فهي رح ترتبط مع منطقة معينة من الأنتيجين، هي ما بترتبط مع كل الأنتيجين أو مع تركيب الأنتيجين كامل، هي فقط ترتبط مع منطقة معينة من الأنتيجين. إيش بنسمي المنطقة هذه؟ بنسميها إبيتوب أو أنتيجين ديتريمنت، بنسميها إبيتوب أو أنتيجين ديتريمنت. بعيد مرة تانية، بنسميها إبيتوب أو أنتيجين ديتريمنت. إذا شو هي الأنتيجين ديتريمنت أو الإبيتوب؟ هي عبارة عن المنطقة من الأنتيجين اللي بتعرف عليها جهاز المناعة واللي برتبط معها الاستجابة المناعية، اللي بترتبط معها الاستجابة المناعية، سواء كانت هاي الاستجابة هي عبارة عن أنتيبادي أو عبارة عن تيسل. طب يا مس ليش ما بتحكي إنه بترتبط معها مثلا الميوكس ممبرين؟ ما هو هنا انت ما توقع بالفخ. الفخ هذا شو هو يا جماعة؟ الفخ إنه إحنا منميز الأنتيجين. مين اللي بميز الأنتيجين؟ السبيسيفيك إميونيتي. النون سبيسيفيك إميونيتي ما بميز الأنتيجين بطريقة معينة، أو ما بميز ولا قطعة من الأنتيجين ولا إشي، هو بيحمي الجسم ضد أي إشي من غير أي سبيسيفيسيتي، without any specificity. فمشان هيك أنا لما حكيت لك هنا انه الإبيتوب هو اشي بميزه اما الانتيبادي او التيسل، لانه التيسل والانتيبادي هم المناعة المتخصصة للجسم، واللي رح نحكي عنهم ان شاء الله بالتفصيل قدام. هلا في عنا مصطلح كمان كتير كتير مرتبط مع الانتيجين، اللي هو يا جماعة الهابتين. اللي هو الهابتين، شو الهابتين؟ الهابتين يا جماعة هو
انتيجين لكنه ما بنقدر نحكي عنه انتيجين. كيف يا ميس دخلتينا بالحيط؟ هلا بحكي لكم كيف. هو عبارة عن مولكيولز او سبستانسز، تمام، بتمتع بوحدة من التنتين من خصائص الانتيجين وما بتمتع بالصفة الثانية. يعني احنا اتفقنا انه الانتيجين هو عنده خاصيتين مهمات ورئيسيات حتى نقدر نحكي عن هذه المادة انها انتيجين. الخاصية الاولى انه كان انديوس اميون ريسبونس، والخاصية الثانية انه كان رياكت او كان بند ود انتيبادي. طيب انا لما بحكي هابتن، انا لما بحكي هابتن بحكي عن ماده تقدر تتفاعل مع الانتيبادي لكنها غير قادره على على تكوين استجابه مناعيه. يعني هي كان رياكت ود انتيبادي، كان بند ود انتيبادي، ممكن ترتبط مع الانتيبادي، ممكن تتفاعل مع الانتيبادي، لكنها ما بتقدر تستثير جهاز المناعه حتى يكون ضدها خلينا نحكي مناعه متخصصه او حتى يكون ضدها استجابه مناعيه. طيب يا مس، هل هذا الهابتن ممكن يصير تحت اي ظرف من الظروف انتيجين كامل؟ نعم، في بعض الحالات في بعض الاحيان هذا الهابتن. طب يا مس، طب لا نسالك سؤال بالاول، نسالك سؤال ثاني، انه هذا الهابتن اصلا يا مس هو ليش ما بيقدر يعمل اميون ريسبونس؟ يعني شو السبب اللي بخليه يكون انتيجين ناقص؟ شو السبب اللي بخليه يتفاعل او يكون عنده وحده فقط من خصائص ال الانتيجين ويفتقر الى الخاصية الثانية؟ لسبب كتير بسيط، انه small in size. يعني ايش ماله حجمه؟ حجمه small، حجمه small. اذا هو ليش not immunogen؟ هو ليش ما بيقدر يكون immunogen او ما بيقدر يستثير جهاز المناعة؟ لانه طبعا ايش؟ لانه small، لانه عنده ايش؟ small size، لانه عنده small size. طيب يا مس، ايش الحالة اللي ممكن انه يتطور فيها وممكن يصير انتيجين؟ انه يمسك او يرتبط مع other large molecules. هذا large molecule بسموه carrier. هلا هذا large molecule شو بيعمل بالانتيجين؟ بيخلي حجم، عفوا، شو بيعمل بالهابتن؟ بيخلي حجم الهابتن يصير كبير. فلما حجم الهابتن بيصير كبير بيصير يقدر يستثير جهاز المناعة، بيصير يقدر يستثير جهاز المناعة. كمان من المصطلحات اللي بتمر علينا لما بنحكي عن الانتيجين الالرجين، باختصار الالرجين هو عبارة عن الانتيجين المحسس، او هو عبارة عن المادة اللي بتعمل استجابة تحسسية في الجسم وبتعمل اعراض الالرجي اللي انت بتعرفها. طبعا في ضل عنا شغلتين، طبعا رح امر انا وياكم على السريع. عنا الاميونوجين، حكينا الاميونوجين او الانتيجين هو مصطلحين لذات الاشي. حكينا انه يكون رياكتنج ود انتي ود برودكتس اللي هو التي سيل او الانتي بودي، وانه كان انديوس اميون ريسبونس. حكينا عن الابيتوب، حكينا عن الهابتن. طب يا مس، في حالات انه ممكن الهابتن ما يشبك مع الارج مولكيول؟ طبعا. طيب الانتي بودي طبعا هو عبارة عن بروتين بتصنعه خلايا البي سيل، وبكون هذا البروتين قادر على انه يتفاعل مع الانتيجين. وطبعا هذا الكلام رح نحكي عنه بالتفصيل، بس نحكي عن الانتيبادي. الاميونوجينيسيتي، شو الاميونوجينيسيتي؟ هي ability of antigen to induce humoral أو cell mediated immune response. شو يعني؟ يعني زي ما حكينا هو قدرة هذا الانتيجين على تحفيز جهاز المناعة على تكوين استجابة مناعية ضد الانتيجين. وليش حكينا humoral أو cell mediated؟ لأنه احنا حكينا انه احنا مين اللي بتعرف على الانتيجين بشكل متخصص؟ هي المناعة المتخصصة، هي الacquired immunity أو specific immunity، مش الانيت اميونيتي، مش الانيت اميونيتي. طبعا في عندنا هون كمان حكي لك انه هو ability to combine specificity final product of immune response اللي هو اما الانتيبادي او التي سيل مع شو؟ مع الانتيجين. مع ايش؟ مع الانتيجين. طبعا الالرجين حكينا عنه اللي هو المحسس اللي بيعمل او الانتيجين اللي بيعمل allergic reaction. طيب في عندنا كمان مصطلح يمكن هو
ما بعرف اذا راح يمر عليكم اصلا غير هاي المره ولا لا، اللي هو السوبر انتيجين. سوبر انتيجين هو نوع من الانتيجين بحفز اكثر من استجابه مناعيه. يعني احنا المعروف والمتداول انه انا عندي انتيجين مثلا نوعه مثلا بكتيريا معينه، بكتيريا A، تمام، بتحفز انتي بادي ضدها، انتي بادي نوع واحد بتحفز نوع واحد من الاستجابه المناعيه. لكن في بعض الانواع من الانتيجين هذه بتكون من كثر ما هي قويه بتحفز اكثر من نوع من الاستجابه المناعيه المتخصصه. بعد مره تانية، بتحفز اكثر من نوع من الاستجابه المناعيه المتخصصه. انا ما بحكي عن الانت اميونيتي، انا بحكي عن انها ممكن تحفز اكثر من نوع من الانتي بادي ضدها، ممكن تحفز مثلا انتي بادي وتي سيل ضدها. طبعا ليش هذا؟ لانها هي بتكون اشمالها كثير قويه، بتكون كثير قويه. اذا اكتيفيشن امبليفيكيشن تي سيل and massive cytokine release. كمان في الحالة هاي او في حالة السوبر انتيجين بيطلع عندي انا كمية كتير كبيرة من cytokines، لانه هي هذا الانتيجين من اسمه سوبر انتيجين، بيستفز كل ملكات جهاز المناعة حتى انها تحاربه، حتى انها تحاربه. طيب هنا رح نحكي انا وياكم على انه في عنا ثلاث انواع للانتيجين، في عنا ثلاث انواع للانتيجين. النوع الاول بنسميه exogenous antigen، اندوجينوس انتيجين واوتو انتيجين. طبعا هذا التصنيف في عنا اكثر من تصنيف للانتيجين، يعني في مثلا عنا تصنيف حسب الماده اللي بتكون منها الانتيجين، هل هذا الانتيجين هو في طبيعته بروتين، هل هو كربوهيدرات، هل هو شيء، او هنا التصنيف الاول هذا حسب المنشا، يعني حسب هذا الانتيجين شو مصدره، حسب هذا الانتيجين شو مصدره. هلا في عنا الاكسوجينوس انتيجين اللي هو عباره عن الانتيجين اللي بيكون مصدره خارج عن خلايا الجسم، يعني مثلا مايكروبس دخل عندك على جسمك، بكتيريا، فيروس الى اخره، دخل على جسمك عن طريق الانهيليشن يعني عن طريق التنفس، او عن طريق الانجستشن يعني عن طريق الفم، او مثلا ممكن دخل عن طريق انجكشن مع ابره ملوثه الى اخره. في عنا الاندوجينوس انتيجين، هم الانتيجينز اللي بتكونوا داخل خلايا. كيف يمثل الانتيجين اللي بيتكون داخل خلايا؟ طب ما انتوا عارفين انه الفيروسات، تمام، الفيروسات اصلا بتتكاثر داخل الخليه، وكذلك الامر في بعض الانواع من الميكروبس هي بتتكاثر وبتتكون داخل خلايا جسمك انت، فبعد ما تتكون وتتكاثر بتبلش تطلع برات الخلايا، فمشان هيك بنسميها اندوجينوس انتيجين. هي عباره عن انتيجين تكونت داخل خلاياك، هي عباره عن انتيجينز تكونت داخل خلاياك، زي مين؟ زي حكينا زي الفيروسات، لانه الفيروسات اصلا ما بتقدر تتكاثر خارج الخلايا، هي obligate intracellular organism، هي obligate intracellular organism. بس شو يعني، شو يعني obligate intracellular، شو يعني obligate intracellular؟ جماعة obligate intracellular يعني هي عبارة عن شو؟ عبارة عن خلينا نحكي مايكروبس اجباري تعيش وين؟ جوات الخليه، اجباري بتعيش جوات الخليه وبتتكاثر جوات الخلايا. طبعا في عندنا الاوتو انتيجين حكينا عنه اكثر من مره، هو بروتين طبيعي موجود في جسمك او مكون من مكونات جسمك، بلش جهاز المناعه لسبب غير معروف انه يتعرف عليه كجسم غريب او يعتبره كجسم غريب ويكون استجابه مناعيه ضده، ويكون استجابه مناعيه ضده. طيب هلا الاشي اللي بدنا نحكي عنه هو هم الفاكتورز اللي بتاثر على الاميونوجينيسيتي، يعني الفاكتورز اللي بتاثر على خلينا نحكي قوه هذا الانتيجين. الانتيجينز مش كلياتها نفس الاشي، مش كلياتها الا نفس القوه، مش كلياتها بتستفز او بتستثمر او بتستثير جهاز المناعه بنفس الدرجه. في منها بيكون اقوى، منها اشي بيكون اقوى من الثاني، في منها اشي بيكون اكثر من الثاني. هلا من عنا هذا اهم، او خلينا نحكي هذا التقسيم، تمام،
شو هي الفاكتورز اللي بتأثر على الاميونوجينيسيتي. طبعا في عنا فاكتورز اللي هي بتخص طبيعة الاميونوجين نفسه او طبيعة المادة الانتيجين نفسه. في عنا عوامل لها دخل بالبيولوجيكال سيستم، يعني في جسم العائل نفسه، بجسم العائل نفسه. وفي عنا طرق لها دخل بالمود اوف ادمنستريشن او بطريقة دخول هذا هذا الانتيجين للجسم. طبعا لو اجينا نحكي انا وياكم هلا بس عن اول مجموعه من الفاكتورز، اول فاكتورز بياثر علينا اللي هو الفورنجس. ايش يعني؟ يعني انه يكون عندنا هذا المولكيولز غريب عن الجسم، يكون هذا المولكيولز غريب عن الجسم. هلا هو اصلا الاشي الطبيعي الا في حاله الاوتو انتيجين، طبعا هي الاشي الشاذ، بس بحاله الاكسوجينس والاندوجينس انتيجين فالمفروض انه الانتيجين هو نون سيلف او فورين مولكيول، هو مركب غريب عن الجسم، هو مركب غريب عن الجسم، لانه الجسم اصلا في الوضع الطبيعي، يعني بحكي في الوضع الطبيعي مش لازم انه يهاجم حاله. السايز طبعا كل ما كان المولكيولز حجمه اكبر رح تكون اشمالها الاستجابه المناعيه او الاميونوجينيسيتي له اعلى. يعني اذا كان الانتيجين حجمه اكثر من 100,000 كيلو دالتون اكيد رح تكون الاستجابه كتير كويسه او كتير قويه. اما اذا كان حجمه تقريبا تحت 10 كيلو دالتون فرح يكون في عنا استجابته كتير بسيطة. وتنساش انه اذا كان كتير كتير، إذا في بعض المركبات الصغيرة زي الهابتين اللي حكينا عنها، لانه حجمها صغير اصلا ما بتتكون اي استجابة مناعية ضدها، ما بتتكون اي استجابة مناعية ضدها. في عنا الكيميكال كومبوزيشن، يعني التركيب الكيميائي لهذا الانتيجين، التركيب الكيميائي لهذا الانتيجين. وهون بنيجي نحكي انه كل ما كان التركيب الكيميائي معقد اكثر، كل ما كانت المواد اللي بتكون منها الانتيجين هذا معقده ومركبه اكثر، بتكون الاميونوجينيسيتي اعلى، بتكون الاميونوجينيسيتي اعلى. هاي مثلا معطيك مثال، لما يكون انا عندي امينو اسيد واحد وعندي ايش او عندي بروتين مكون من نوع واحد من الامينو اسيد وعندي نوع بروتين ثاني مكون من اكثر من نوع من امينو اسيد، يعني مثلا عندي بروتين مثلا مكون من 3 حبات جلايسين وعندي بروتين ثاني مثلا متكون من حبتين الانين ومن حبتين جلايسين، هو اللي رح يكون الاميونوجينسيتي له اعلى، اكيد اللي بتكون من انواع مختلفه من الامينو اسيد. يعني لو انا عندي هاي فرضا بروتين، تمام، فرضا بتكون من 3 وحد، كل الثلاث وحد جلايسين 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 جلايسين، شمالها نفس الوحد. هون عندي اذر بروتين، في عندي مثلا الانين جلايسين والانين، تمام. هلا امي نفس الحجم لكن هذا تركيبه الكيميائي اعقد، فهذا الاميونوجينيسيتي تاعته اكثر، فهذا الاميونوجينيسيتي تاعته اعلى. طيب نيجي نحكي على الفيزيكال فورم. ايش يعني فيزيكال فورم؟ يعني هل هو صلب ولا سوليبل؟ طبعا كل ما كان عندنا بارتيكولات، يعني كل ما كان صلب بيكون اشماله مور اميونوجينيسيتي دان سوليبل 1 او عن البروتين اللي بيكون ذائب. طيب الديجرابيليتي انه كل ما كان هو الروابط بين بعضه او اقسامه مش مترابط كتير، كل ما كان اشماله اسهل ان نقضي عليه، يعني رح تكون الاميونوجينيسيتي له اقل. معناته كل ما كان كومبلكس اكتر كل ما كانت الاميونوجينيسيتي له اعلى. دير بالك ممكن اسألك انو اكتر مثلا السوليبل ولا السوليد، انو اكبر انو اكتر الكومبلكس ولا النون كومبلكس. في عنا عوامل إلها دخل بالجينيتك فاكتور وبالإيج اللي هي العوامل إلها علاقة بالبيولوجيكال سيستم. هلأ بالنسبة للعوامل إلها دخل بالجينيتك فاكتور، هلأ في مرات في بعض الأحيان الجينات إلها دخل في الإميونوجينسيتي. بعض الأحيان مثلاً بيحكي لك إنه the species or individual may lack or have الليتر جين، يعني بيكون في عندها جينات معينة تحفز تكوين مثلا بي سيل اكتر او تي سيل اكتر، فالجينات الها دخل او الها اشي ممكن حتى يختلف من انسان لانسان اخر. بالنسبة للعمر طبعا كل ما كان الانسان كتير صغير او كتير كبير بيكون جهاز المناعة له اضعف،
كل ما كان الإنسان طفل صغير بيبي لساته أو very old حدا عمره كتير كبير، هذا الإشي طبعا بيأثر عندي على جهاز المناعة، هذا الإشي بيأثر عندي على جهاز المناعة. طيب لو اجينا نكمل انا وياكم على اخر نوع او اخر اشياء من الفاكتورز اللي بتاثر، في عندنا الدوز. طبعا كل ما كانت كميه الانتج اللي انا بتعرض لها اكثر راح تكون الاميونوجينيسيتي اعلى، راح تكون الاميونوجينيسيتي اعلى. طبعا اصلا اذا انا تعرضت لفيروس معين بكميات قليله ممكن اصلا ما يصير عندي اني اميون ريسبونس او اني اميونوجينسيتي ضد هذا الميكروبس او ضد هذا الانتيجين. طبعا الروت اوف ادمنستريشن لو دخل من وين هو دخل، هل هو دخل عن طريق الدم ولا دخل عن طريق الجلد ولا دخل من تحت الجلد. طبعا اكثر خلينا نحكي بحكي لك السبكوتينيوس لاير هي اكثر سبكوتينيوس روت، يعني انه يفوت من تحت الجلد، هي اكثر الطرق اللي بتحفز جهاز المناعه. بعدين مين؟ بعدين الانترافينوس اذا دخل عن طريق الدم، بعدين الانتراجاستريك اذا دخل عن طريق الجهاز الهضمي، اذا دخل عن طريق الجهاز الهضمي. ضل عندنا اخر اشي وجود بعض المواد المساعدة. شو هي المواد المساعدة؟ مرات وجود بعض المواد في الجسم مثل الاويل، مثل بكتيريا البرودكت نفسها، مثل مادة مثل السفرانون، كليتها هذه المواد ممكن تأخر او تزيد من الاستجابة المناعية. يعني مثلا خلينا نحكي مثلا وجود بعض الاويلز ممكن يتاخر من مثلا وصول الفيروس او وصول البكتيريا لمكان معين، فهذا الاشي معناته انا بقلل من الاستجابه المناعيه عندي، والعكس صحيح. فهو حسب ايش الاشياء اللي ممكن تساعد في تنشيط جهاز المناعه او اضعاف جهاز المناعه او تاخير الاستجابه المناعيه. طبعا هم حاكين لك مثلا في مواد مثل الالومنيوم هيدروكسيد والليبيد، هاي المواد ممكن انها تساعد في خلينا نحكي تطبيط او تحفيز جهاز المناعه. كذلك الامر الفاكسين، اذا واحد مطعم ضد مرض معين هذا الاشي ممكن انه يساعد في انه يقوي الاستجابه المناعيه ضد هذا الميكروب شو ما كان، سواء كان فيروس او كان ميكروبس او الليرجين الى اخره. بتمنى تكونوا فهمتوا معي العوامل. اذا حكينا بس اخر اشي عن الادفيجنت لانه حسيت حالي ما شرحتها كويس. الادفيجنت هي عبارة عن مواد، هاي المواد ممكن يا جماعة تحفز جهاز المناعة وتخليه يستجيب بسرعة اكبر للاميونوجين او للاميونوجينيسيتي. هلا ممكن تكون هاي جهاز المناعة هذا طبعا مثل الفاكسين، وهو خلينا نحكي اكثر انواع الادفيجنت اللي احنا حابين نحكي عنها. لحد هون بنكون خلصنا هاي المحاضرة، بنكون خلصنا هذا الجزء من المحاضرة. يعطيكم العافية.